تاني مشروع من المشروعات المهمة جدا اللي بنتابعها دايما مع حضراتكم بشكل مستمر، مشروع تطوير منطقة شق التعبان اللي هيكون ليه عوائد كبيرة جدا لما يخلص. هنعرف وصل لحد فين دلوقتي. معانا على التليفون المهندس السيد البدوي، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا حضرتك. وصلنا لحد فين يا فندم في مشروع تطوير منطقة شق التعبان؟ مشروع التطوير ماشي بسرعة كويسة جدا، ماشي بأداء عالي قوي، والحمد لله قبل شهر رمضان بعشرة أيام الحمد لله معالي اللواء سيد اللواء حسن عبد الشافي مستشار سيادة الرئيس طبعا فتح محطة الوقود اللي كنا قلنا عليها قبل كده، والحمد لله شقة تعبان للأسف إن كانش في محطة وقود قدامها غير أقرب حاجة في على الأوتوستراد، وكان صعب قوي للعربيات التقيلة والمحملة. صحيح، ودي كان في احتياج ليها بشكل كبير. جدا، صحيح. وكان الحمد لله كانت من ضمن تطوير وتنمية شقة تعبان، والحمد لله تم افتتاحها وفرق جامد جدا 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 مع المنطقة، وهي اتعملت على حدود المنطقة مع القوس الدائري الأوسطي، طريق الدائري الأوسطي. حضرتك احنا داخلين من على الدائري الأوسطي 7 كيلو لغاية لما بنوصل لشق التعبان، ده الطريق الجديد برضو من ضمن الطرق اللي اتعملت للتطوير، وده انتهى وشغال بالفعل. نهاية الطريق دوت على حدود شق التعبان الحمد لله تم إنشاء المحطة وتم تشغيلها، ودلوقتي الحمد لله جميع عربات النقل سواء السولار أو البنزين الحمد لله كله بيمون. شهر رمضان كان فتح كتير عليهم قوي، والحمد لله يعني عملت فرق كبير جدا للمنطقة. تاني حاجة طبعا على نفس الطريق دوت في ساحة التشوين اللي بنسميها منطقة الانتظار السيارات المحملة بالبلوكات أو بالرخام اللي هيتصدر أو اللي هيدخل المنطقة، ودي طبعا عملت فرق كبير جدا للسائقين وللسيارات اللي هي بتبقى جاية من أسوان 1000 كيلو وجاية من طرق بعيدة، بيقدر إن هو يستريح في خدمة دلوقتي جوه ساحة التشوين بتتقدم للسائقين وبتقدم للمنتظرين السيارات، وبنعتبرها كأنها بورصة للرخام يعني والجرانيت في نفس التوقيت. وبرضه من ضمن الحاجات الكويسة قوي ان اثناء افتتاح محطة الوقود قام سيادة اللواء حسن عبد الشافي، وكان في وجود الدكتوره ناهد يوسف رئيسة هيئة التنمية الصناعية طبعا، وباشمهندسة جيهان عبد المنعم نائبة السيد المحافظ القاهرة، وتم يعني الحمد لله ما فيش مكان في شق التعبان سواء بين البنية التحتية أو المشروع بالكامل سواء المية أو الصرف أو الكهرباء أو الاتصالات عشان الإنترنت، كل حاجة الحمد لله راجعوا عليها بالكامل، وسيادته يعني اتعمل مؤتمر بعد اللقاء دوت وأشاد بالسادة الشركات المنفذة، والحمد لله يعني نقدر نقول إن المية والصرف قريبا جدا 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 المرحلة الأولى من المنطقة في خلال الشهر الجاي بإذن الله بإذن الله هيكون خلصان خالص موضوع الصرف والمية في منطقة شق التعبان. المشروع على كم مرحلة يا فندم؟ على 3 مراحل. على 3 مراحل، وإحنا دلوقتي بنشتغل في المرحلة الأولى اللي هي تعتبر أكبر مرحلة. أكبر مرحلة. أكبر مرحلة اللي هي المرحلة الأولى، لأن في فرق منسوب ما بين منطقة شق التعبان اللي هي المنطقة الأولين اللي هي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي منطقة بدر الليسي على طريق الأوتوستراد برضو هي على نفس الطريق، ومنطقة الشيماء. الاثنين الشيماء إن شاء الله وبدر الليسي هم إن شاء الله ابتدوا فعلا يعملوا المؤيسات واتخططت بالكامل، وان شاء الله ان شاء الله هيتم البدء في الاعمال بالكامل فيها
زي ما حصل في المرحلة الأولى بالظبط، وهيبقى كل الشغل على التوازي يعني. هل في ميعاد لكن محدد يا فندم هنبدأ فيه المرحلة الثانية؟ لا، المرحلة الثانية خلاص يعني، هو الحمد لله هم كان موضوع طرح المؤسسات والحمد لله تصدق عليها، وبإذن الله والثالثة؟ بإذن الله المفروض إن إحنا هنبتدي نشتغل فيها على طول من الشهر ده إن شاء الله بإذن واحد أحد. والثالثة يا فندم، والمرحلة الثالثة؟ الثالثة مع الثانية على طول على التوازي، يعني حضرتك هيشتغلوا على هتبدأوا التوازي تنفيذ في التطوير في المرحلتين مرة واحدة. مرة واحدة. آه طيب إمتى آه المشروع هيخلص بالكامل يا فندم؟ هو إن شاء الله بإذن الله السنة دي بإذن الله هيكون خلصان يعني، يعتبر إحنا على شهر 8 شهر 9 أعتقد إن إحنا هنكون خلصنا المرحلة الأولى بالرصف كله، إن إحنا دلوقتي المنطقة اللي بتخلص من البنية التحتية بيتم رصفها، وده الحمد لله تم، وفي شركات من الشركات المنفذة اشتغلت في إن إحنا بناخد أجازة في المنطقة 15 يوم، ففي فرصة كويسة للشركات المنفذة إنها تشتغل في أجازة العيد، في فعلا شركات ابتدت اشتغلت في أجازة العيد، وإن شاء الله إن شاء الله المفروض إن الشهر الجاي يكون الـ على الأقل البنية التحتية انتهت، ويكون حتى الاتصالات شركة الاتصالات مدت جميع الكابلات عشان خاطر الإنترنت، وإن شاء الله ندعو حضرتك كده وفريق العمل إنه يشرفنا ويشوف على أرض الواقع الطفرة الكبيرة اللي حصلت في المنطقة، واللي إن شاء الله إن شاء الله تتم على خير وتبقى على أعلى مستوى. المهندس السيد البدوي نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.